كل سنة وانتم طيبين، كل سنة ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى كل الأمة الإسلامية، كل سنة وكل جماهير الأهلي بخير وسلام وسعادة. شهر كريم، شهر كلنا في مصر بنحب الشهر ده جدا جدا جدا، لأن فيه لمة العيلة، دايما بتكون فيه لمة العيلة، بتكون فيه سهرات رمضانية كتيرة جدا، في دورات رمضانية، في الفوانيس للأطفال اللي بيحبوها جدا جدا جدا. انا واحد من الناس كنت بحب الفانوس جدا، ولغايه وقتنا هذا لو ما اشتريتش الفانوس ما بقاش بالنسبه لي رمضان موجود. كل الاطفال بيحبوا المواضيع دي، لينا ذكريات كتيره جدا 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 في رمضان. كل الناس في كل المجالات بيكون رمضان ليه طابع خاص بالنسبه له، اللي طبعا اكيد اللي احنا بنكثر من قراءه القران في رمضان، صلاه التراويح، صلاه الفجر في الجامع، بناخد بعضينا كلنا ونتلم قبل الفطار ونقعد نتكلم في الشوارع، بنتفرج على دورات رمضانية، حاجات كتيرة، طابع خاص جدا جدا في رمضان داخل مصر بالذات، بيكون الموضوع مختلف. الرياضيين حياتهم بتختلف من جوه مصر وبره مصر، بالذات جوه مصر بيكون في لمة العيلة، ودايما كل الرياضيين بيحبوا يروحوا لبيت العيلة في أول يوم رمضان. اللمة على الفطار دي أحلى حاجة في الدنيا لينا وأحلى حاجة للرياضي، لكن في رياضيين أوقات كتيرة في حياتنا في الرياضة كنا دايما بنفطر بره بيوتنا، مش عشان خاطر اللي احنا عايزين كده، لكن بنكون في دورة عالمية او دورة اولمبية او دورة افريقية او بطولة عربية او افريقية او مباراة للنادي الاهلي. دي طبيعة الرياضي. الرياضي بيختلف كثيرا عن كل الناس، لكن فعلا عام يعني رمضان كريم تاني مرة علينا وعليكم، وإن شاء الله بإذن الله نتمنى شهر كريم يتقبل منا الدعاء ويتقبل منا الصلاة، لأن بترفع الأعمال دائما وأبدا في رمضان، في عتق من النار، في حاجات كتيرة. نتمنى لكل الناس إن شاء الله بإذن الله العتق من النار في شهر الكريم يا رب علينا وعليكم بإذن الله. النادي الأهلي لازم في رمضان بيكون برضو مختلف النهار